إجراء جديد من البنك المركزي، ارتفاع مفاجئ في سوق الذهب وتكليف عاجل من رئيس الوزراء. أهلا بكم في حصاد الأربعاء الإخبارية. بانكير، نبض البنوك. البداية من البنك المركزي المصري اللي وافق على تعديل المادتين 1 و8 من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر. ذكرت الجريدة الرسمية أن المادة 1 بعد التعديل بتنص على التأسيس في جمهورية مصر العربية اتحاد البنوك باسم اتحاد بنوك مصر، بتكون له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، وبيضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي والخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويكون مركزه الرئيسي في القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعا أو مكاتب في محافظات جمهورية مصر العربية. ونصت المادة 8 بعد التعديل قيمة الاشتراك السنوي للبنوك أعضاء الاتحاد بمبلغ 700 ألف جنيه وتؤدي بالكامل قبل 31 يناير من كل عام. ومن البنك المركزي نروح لسعر الذهب النهارده الاربع في مصر، واللي ارتفع بشكل مفاجئ وزاد الجرام 25 جنيه مقارنه بمستواه في بدايه التعاملات. وارتفعت اسعار الذهب لعيار 14 وسجلت 2433 جنيه للجرام، وسجل عيار 18 3129 جنيه للجرام، وسجل عيار 21 3650 جنيه للجرام، وسجل عيار 24 4171 جنيه للجرام، وسجل الجنيه الذهب 29200 جنيه. ونروح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي عقد اجتماع النهارده لمتابعه موقف توافر الاعلاف، وضع خطه لتكوين مخزون استراتيجي من الاعلاف للاستفاده به وقت الازمات في احداث توازن الاسواق، وده كان بحضور السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء خالد الجزار ممثل جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه واللواء خالد صلاح مدير الاداره الهندسيه بجهاز مستقبل مصر. أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، ولفت إلى ما يتم بذله من جهود للتعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك، وأكد ضرورة العمل على أن يكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة علشان يكون عندنا قدرة على إحداث توازن في الأسواق في حالة حدوث أي أزمة. آخر خبر معانا من منظمة الأغذية الزراعية الفاو اللي كشفت عن أن مصر بتأتي في المرتبة الأولى بأفريقيا من حيث إنتاج الطماطم بإجمالي مساحة مزروعة من محصول الطماطم بنحو 500 ألف فدان في محافظات البحيرة وإنا إسماعيلية الفيوم سوهاج بني سويف المنيا الجيزة الشرقية واسكندرية. وأشار التقرير الصادر عن منظمة الفاو إن في 3 دول بتعد الأعلى في الإنتاج، المركز الأول بتأتي في مصر بتنتج 6.3 مليون طن، المركز الثاني الجزائر بتنتج 1.7 مليون طن، والمركز الثالث الكاميرون بتنتج 1.2 مليون طن. وإلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية، أنا أشرقت أشرف وإلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.